لقاء جمع المنفي واللافي بكوبتش قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي. تصعيد أمريكي يرقى إلى مستوى وصفه بدفع الثمن لمن سيقوم بعرقلة الانتخابات. إخراج 140 مرتزقا مواليا لتركيا من الأراضي الليبية. قضية الحصول على الجنسية الليبية باشتراطات معينة تعود للواجهة من جديد وإعلان الفئات المستهدفة بالقرار. الثامنة من قناة ليبيا، أهلا بكم مشاهدينا، تقدمها لكم ابتهال المعايضة وأحمد جويحان. أهلا بكم مشاهدينا، وفي الأخبار الاقتصادية ترافقنا الزميلة عبير عويدات. مساء الخير ابتهال. مساء الخير. مساء الخير ومشاهدينا. عناوين الاقتصاد: اتفاق حكومي لزيادة الحصة اليومية للمنطقة الجنوبية من الوقود. دبيبة خلال اجتماع للحكومة، بروكسل تسعى لفرض سيطرتها على أموال الليبيين. وإلى التفاصيل، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي حرصه الكامل على جمع الفرقاء الليبيين ورأب الصدع والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية. جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش لمناقشة العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا، بالإضافة إلى استعراض نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا. هذا وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه يان كوبيتش، أكد حق الترشح لكل مواطن ليبي يجد في نفسه القدرة على خوض الانتخابات بلا إقصاء ما لم توجد مواد قانونية تمنعه من الترشح، مشيرا إلى تواصله مع المناطق الرافضة للمشاركة في الانتخابات بهدف إقناعها بالعدول عن قرارها لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة. قال عضو مجلس النواب مصباح حيدر في تغريدة له إن قبول النتائج سيفرضه الشعب صاحب الإرادة الحقيقية، منبها إلى أن التدخل الخارجي هو الذي تركنا في حالة فوضى طيلة العشر سنوات الماضية بحسب قوله. نعم، أحمد حيدر قال أيضا في تغريدته إنه لا يعتقد أن أحدا من المدعوين الذين شاركوا في الاجتماع الذي دعا إليه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند سيكون رئيسا، وأنه لا يشجع على التصويت لهم لأنهم تنازلوا عن السيادة قبل الترشح على حد تعبيره. من جهتها أفادت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس بأن لقاءها مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل ركز على النقاش التفاعلي بخصوص أهمية العملية الانتخابية ونجاحها في ظل الظروف الراهنة. بوراس قالت في تغريدة لها إن البحث عن تعزيز سبل السلام والتنمية مع محيطنا هو خطوة من 100 خطوة لتحقيق الاستقرار. يذكر أن بوراس كانت قد اتهمت مجلس الدولة الاستشاري بعرقلة الانتخابات وتقويض المسار السياسي بسبب مطالباته بإيقاف الانتخابات التي تجرى بهذه القوانين. ما زالت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام في ليبيا تحظى باهتمام دولي واسع،
خصوصا من الجانب الأمريكي الذي أكد دعمه الكامل لهذا الاستحقاق وضرورة إجرائه في موعده بلا أي عرقلة. التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند لفتت بقوة إلى أن أمريكا ستعمل كل ما بوسعها لضمان سلامة العملية الانتخابية بحسب قوله. فهل ستستجيب موازين القوى في ليبيا للضغط الأمريكي لإجراء الانتخابات في موعدها؟ لنتابع. المعرقلون سيدفعون الثمن، هكذا قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في مقابلته الأخيرة مع وكالة الأنباء الليبية، وهو بالطبع لم يقصد إلا هؤلاء المعرقلين للعملية الانتخابية المرتقبة نهاية العام الحالي. معنى أن طرفا أمريكيا يصرح بذلك فهو مؤشر بلا شك سيجنب الاستحقاق الانتخابي أي تقويض على الأقل في المرحلة الحالية، كيف لا وأمريكا لا تعد فقط ورقة ضغط لكل من لا يريدون إجراء الانتخابات فحسب، بل تعد ورقة رابحة لا تخسر ولا يخسر من يلعب بها. ولا يختلف اثنان على أن ليبيا فعلا تلعب الآن بالورقة الأمريكية التي يراهن عليها الكثيرون. إن الأزمة الليبية بكل ملفاتها المفتوحة وبكل الأنفاق المظلمة التي داهمت الشارع الليبي لا شك أنها تركت بصمات سوداء على الملف السياسي الليبي، وها هي تحاول اليوم محو كل ما بصم به ملفها لتعود إلى العالم باسم بوابة إفريقيا. ومن أجل ذلك ها هي بدأت تتخلى عن سياساتها الخارجية السابقة التي شهدت تذبذبا واضحا وتململا أبطأ من نهوضها، لكنه نهوض قادم ولا بد منه. المبعوث الأمريكي نورلاند أكد أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات بلا أي إقصاء، رغم تفهمه المخاوف حول بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية والجدل الذي يدور حولهم، مبينا أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية وأن يكون هناك موقف واضح بشأن من يثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت، كما لفت إلى علمه بجهود التشويه والتضليل لتوظيف الفضاء الإعلامي لجعل البيئة الانتخابية أكثر صعوبة، مشيرا إلى أن بلاده ستقوم بدعم الجهود من أجل وصول مراقبين دوليين للعملية الانتخابية، فضلا عن أنه قال إنه يتحين الفرصة للحديث مع المرشحين والاستماع إلى آرائهم وأولوياتهم لخدمة ليبيا وكيف سيقودون البلاد في الاتجاه الصحيح وبناء مستقبل أفضل لكل الليبيين. وليس هذا فحسب، بل نبه إلى أن الحكومة مسؤولة عن تأمين الانتخابات وتمهيد الطريق لإجراءات ناجحة. هل يمكن أن يكون الدعم الأمريكي قادرا على إنقاذ ليبيا من الغرق مجددا في فيضان ما يسمى بالاختناق السياسي؟ إذ أن استعانة ليبيا باللعب الأكثر مهارة على خارطة العالم السياسية ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية لا شك أنها ستساعد ليبيا حتما في وضع الحصان أمام العربة في مسار التسوية السياسية في حال قررت فعلا مساعدة ليبيا أو لنقل اتخاذ قرار بالابتعاد عن الساحة الليبية لتنعم بالاستقرار بعد فوضى كانت فيها كل هذه الأطراف سببا وعاملا لعدم الوصول إلى نتيجة تذكر. أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أهمية احترام خيارات الشعب الليبي إذا أراد أن ينتخب أي مرشح احتراما كاملا، وشدد زكي على ضرورة أن تنعكس إرادة الشعب الليبي بشكل حر وسليم في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن لقاءات الجامعة مع المسؤولين الليبيين تمحورت حول تأمين الاستقرار وانعقاد الانتخابات بأكثر طريقة آمنة والتعجيل بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة. يبدو أن بوارق الخير بدأت تهل على ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في الأراضي الليبية بعد إخراج دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا والتي غادرت البلاد متجهة إلى سوريا عبر طائرات تركية. فهل بدأت تركيا فعلا بالاستجابة للمطالب الدولية بإخراج قواتها من ليبيا؟ تقرير للزميلة مرام الحلايقة للمتابعة. سؤال بات يطرح بقوة في ظل تصاعد المطالبة المحلية والإقليمية والدولية بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إثر اتفاق المصالحة الليبية والتوجه لإجراء الانتخابات العامة في البلاد وتأكيد ضرورة استعادة ليبيا لكامل سيادتها. وقد تجسدت هذه المطالبة بشكل واضح في قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة الليبية ومقررات مؤتمر برلين واحد، فضلا عن الدعوات العربية والأمريكية والأوروبية إلى سحب كل هذه القوات، ناهيك عن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة ومؤتمر باريس الأخير. سؤال فحواه، متى ستخرج المرتزقة من ليبيا بلا استثناء، سيما التركية منها التي تشدقت بذرائع وهمية حول بقاء قواتها في ليبيا، إذ أنها اعتبرت أنها موجودة بموجب اتفاقيات سابقة مع الجانب الليبي،
ناهيك عن أنها موجودة للمساهمة في استباب الأمن والاستقرار. وبالتأكيد لم تؤتي ذرائع تركيا تلك أكلها، ولم تمر مرور الكرام على المجتمع الدولي الذي سيلقي حباله العقابية على تركيا في حال إصرارها على التمسك بموقفها. لكن اليوم وفي خطوة غير متوقعة لم تعرف تفاصيل حيثياتها حتى هذه اللحظة، تم الإعلان عن مغادرة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا الأراضي الليبية متجهة إلى سوريا عبر طائرات تركية تتألف من 140 مقاتلا عادوا إلى سوريا بعد توقف عملية الذهاب والإياب من وإلى ليبيا منذ 15 يوما، علما أنها غادرت دون إرسال بديل لها إلى الأراضي الليبية حتى اللحظة، وفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان. إن من يتابع الشأن السياسي المحلي في ليبيا سيجد أن هذه الخطوة التركية، وفي ظل التصريحات الأخيرة لكل من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئاسة التركية حول عدم القبول بتسمية قواتها بالمرتزقة وأنها موجودة لأجل ليبيا، سيلاحظ حتما أن السلوك التركي فيه شيء من الريبة. فهل هذه استجابة حقيقية لكل الضغوطات الأوروبية والأمريكية، أم أنها عملية مناورة حول هذا الملف؟ ليس إلا، ربما ستكشف لنا الأيام لاحقة خبايا أخرى حول هذه الخطوة التي توصف بالجيدة بغض النظر عن كواليسها، فهي بالتأكيد واحدة من مطالب الشعب الليبي، خاصة وأنه على موعد مع حدث سيغير تضاريس الميدان السياسي في ليبيا بأكمله. وفي ملف المرشحين للرئاسة، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ترشحه رسميا لرئاسة ليبيا، مؤكدا خلال كلمة له على احترام الإعلان الدستوري واستقلال القضاء وحصانته، داعيا إلى طي صفحة الصراع والخلافات. فإنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة الدولة وأؤكد على احترام الإعلان الدستوري، فهو الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، وهو السند الشرعي لوجود الهيئات الحاكمة في الدولة، وعند أحكامه تنزل السلطات جميعا. ضمان استقلال القضاء وحصانته فهما ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وركيزة أساسية يجب الاهتمام بهما ضمن إعادة البناء. نعمل على تجاوز الماضي وطي صفحة الصراع والتطلع للمستقبل وإطلاق المصالحة الوطنية باعتبارها ركنا رئيسيا لبناء الوطن واستقراره. إلى ذلك، استعرض النائب العام الصديق الصور خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح جهود المفوضية الرامية إلى التحقق من توافر الشروط المقررة في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية بالمرشحين لانتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب. السور وفي الاجتماع الذي عقد بمكتبه تابع هذه الشروط، خاصة تحقق المفوضية من انتفاء صدور حكم قضائي بعقوبة منصوص عليها في مواد الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف في مواجهة المرشحين من واقع سجلات النيابة العامة. هذا وأحالت المفوضية القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخابات رئيس الدولة إلى كل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية. وأفادت المفوضية في بيان بأنها أحالت بيانات 10 مترشحين عملا بالقانون رقم 1 لسنة 2021 المتعلق بانتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته. في خطوة تثبت تمسك الشعب بحقه الانتخابي أمام العالم أجمع، أعلنت المفوضية تخطي حاجز المليون ناخب ممن استلموا بطاقاتهم الانتخابية. المفوضية أكدت أن هذه الخطوة تؤكد إيمان الشعب بدوره الوطني في بناء دولة ديمقراطية والارتقاء بها نحو سلم التقدم والحضارة، مطالبة في الوقت نفسه الناخبين الذين لم يستلموا بطاقاتهم حتى الآن بضرورة التوجه إلى مراكز الانتخاب التي سجلوا بها لاستلام بطاقاتهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.
إلى ذلك قام مكتب الإدارة الانتخابية نواحي الأربعاء أمس بإطلاق حملة توعوية موسعة لتوزيع المطويات التوعوية الخاصة بتسليم بطاقة الناخب داخل نطاق 5 بلديات. نعم تهال، جاء ذلك في إطار الاستعداد للاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، وفي إطار الخطة التي وضعتها المفوضية العليا للانتخابات لتسليم بطاقات الناخبين. هذا وتستمر هذه الحملة عدة أيام من أجل استهداف أكبر عدد من المواطنين المسجلين في أو من أجل استلام بطاقاتهم الانتخابية حتى يستطيعوا المشاركة في الانتخابات القادمة. قمنا صباح هذا اليوم الأربعاء 17/11/2021 بحملة توعوية موسعة على مستوى البلديات اللي تابعة مكتب الإدارة الانتخابية نواحي الأربعاء، وهي بلدية سباعة، بلدية سور خميس، قصر بوشير، السايح، العواتة، وبتعاون كشاف والمرشدات قصر بوشير، مكتب الثقافة والتنمية المعرفية سباعة، مركز مرور سباعة، مركز مرور سور الخميس، مشكورين على تعاونهم معنا. قمنا بهذه الحملة، طبعا هدفها هي ترشيد المواطنين باستلام بطاقة الناخب، وبإذن الله هذه الحملة مستمرة خلال الأيام القادمة حتى نستكمل كامل المناطق والبلديات اللي داخل نطاق هذا المكتب. حملت لجنة حقوق الإنسان وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مسؤولية الأعمال التخريبية التي شهدتها مراكز الاقتراع، وحذرت اللجنة من إمكانية انعكاس هذه التصرفات على العملية الانتخابية برمتها. تقرير يطرح تفاصيل بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. رغم أن الانتخابات تعد إحدى أبرز أشكال الديمقراطية، إلا أنه لا توجد قاعدة بلا شواذ، فالاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاقات القسرية التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين لم تلقى قبولا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ومن قبل جميع الجهات الأخرى. وبهذا الصدد أصدرت اللجنة بيانا استنكاريا لهذه الوقائع التخريبية التي شهدتها مدن الزاوية وتاجوراء والخمس وزليطن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان حتى اللحظة، دون صدور أي تعليق أو إدانة من قبل وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. البيان حمل في الوقت نفسه وزارة الداخلية والحكومة المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب على وقائع الاعتداءات المسلحة وهذه الأعمال التخريبية، وطلبت مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات الوقائع المشار إليها في هذا البيان باعتبارها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، إضافة إلى تعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، مع ضمان محاسبة المسؤولين بوزارة الداخلية عن التقصير في أداء مهام عملهم الأمنية المناطة بهم في حماية وتأمين المراكز الانتخابية والعاملين بها. وحرصا منها على نجاح الانتخابات المقبلة، جددت اللجنة تأكيدها على ضرورة احترام الإرادة الشعبية بالوصول إلى هذا الاستحقاق وإجرائه في جو آمن وفي موعده المحدد بلا تأخير أو تأجيل، على أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وأن يتم الإعلان عنها في ذات الوقت، وبما يكفل إنهاء المرحلة الانتقالية للبرلمان الحالي ومجلس الدولة وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق. وقلل مراقبون من أهمية هذه الأعمال التخريبية، إذ أكدوا أنها أعمال مرفوضة ومزعجة، إلا أنها لن تتمكن من تدمير هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره من قبل جميع أفراد الشعب الذي أثبت مرارا وتكرارا تمسكه بهذا الاستحقاق. بحثت وكيلة وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير رندا غريب مع عدد من المنظمات الدولية سبل تعزيز المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية. وقالت غريب إن اللقاء يهدف أيضا إلى توحيد الجهود لتمكين الشباب وإدماجهم في مشاريع بناء الدولة والسلم المجتمعي، إضافة إلى بحث مشاريع المنظمات الموجهة للشباب التي أطلقت سابقا والمزمع إطلاقها.
أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي حول الملف الليبي والوضع بمنطقة الساحل في الصحراء الكبرى. لافروف أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع فقي في موسكو تعاون البلدين عن كثب في مجموعة متنوعة من القضايا على رأسها الوضع في ليبيا والساحل الأفريقي والسودان والتهديد الإرهابي المستمر والمتفاقم من الجماعات المتطرفة المختلفة في القارة الأفريقية. بحث وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غوريني مع نظيره البريطاني بن لاوس وجهات نظر الدولتين حول الأوضاع السياسية والأمنية في كل من ليبيا والعراق وأفغانستان، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بالعاصمة الإيطالية روما. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الإيطالية بأن غوريني شدد فيها على أن مصلحة إيطاليا التاريخية تكمن في استقرار الشرق الأوسط باعتبارها منطقة ذات أهمية استراتيجية ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن أيضا لأمن أوروبا وعبر المحيط الأطلسي بحسب وكالة أكي. أجرى وفد من الطيران المدني الأردني وشركة الخطوط الملكية الأردنية جولة تفقدية إلى مطار بنين الدولي لدراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وعلى هامش هذه الزيارة عقد اجتماع بمقر إدارة المطار بحضور مدير عام المطار ومساعده ومختصين من قسم معايير الأمن بمصلحة المطارات ومدير أمن المنفذ بمطار بنين الدولي لمناقشة وتوضيح الإجراءات التشغيلية وتدابير السلامة والأمن المتخذة بالمطار ومدى التقيد بتطبيق المعايير الموصى بها دوليا. بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بجواري مع القنصل اليوناني إخيلياس راكينس فتح خط طيران مباشر إلى البلدية، كما تمت مناقشة الإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرات إضافة إلى الاتفاق على ترتيب زيارات لعدد من رجال الأعمال والشركات اليونانية إلى بنغازي خلال الفترة القريبة القادمة. هذا وأكد راكينس حرصه على إنجاز هذه الأعمال بأسرع وقت في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين. وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب قرار دبيبة حول دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية بالخطير للغاية، عادا إياه تهديدا للأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية، ومبينا أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية. من جانبه دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري إلى تأجيل النظر في طلبات منح الجنسية حتى يتم اختيار حكومة منتخبة. قال في بيان إن اللجنة تتابع باهتمام قرار الحكومة الأخير القاضي بالبدء في دراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية، وهو ما يعني استئناف اللجنة المركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية، لافتا إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبا على الانتخابات كما أنه سيمس بالأمن القومي الليبي. تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات بمدينة الكفرة من ضبط سيارة صحراوية مخالفة على الحدود الليبية المصرية يوم الأحد الماضي. وأفاد القسم في بيان له أن عددا من الأشخاص الأجانب كانوا يقومون بجمع الأحجار الكريمة الموجودة في المنطقة ويحاولون تهريبها إلى خارج البلاد. أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غرب طرابلس عن وجود عصابة تجلب أقراص الهلوسة من دولة أوروبية لأغراض المتاجرة بها. الإدارة التابعة لوزارة الداخلية أفادت في بيان إعلامي بأن أعضاء الفرع تحروا وجمعوا المعلومات بالخصوص، كما رصدوا أحد أفراد العصابة الموجودة في ليبيا والذي يقوم بعملية بيع حبوب الهلوسة وتحويل المبالغ المالية إلى أشخاص آخرين مقيمين بدول أوروبية. أصدر رئيس ومنتسب إدارة عمليات الأمن القضائي في البيضاء والمرج والدوائر التابعة لها بيانا طالبوا فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتراجع عن قراره في التكليفات الجديدة لرئاسة إدارة العمليات والتي ستعمل على حسب قولهم على تقسيم الإدارة وتفتيت جهودها. نستنكر ونحن متمسكون
بجانب الحلم والصبر على رئيس الحكومة وقراره اللاشخصي بتدخله في جهاز الشرطة القضائية بشكل خاطئ وغير مدروس من الناحية الترتيبية، ودون أن ينتبه لأشياء مثل الخبرات والأقدميات وما تم تحقيقه من إنجازات، بشكل ضار بوحدة المؤسسة الأمنية التي هي بالأساس موحدة قبل إيجاد هذه الحكومة. وإن كان أي قصور فذلك بسبب نقص الإمكانيات والدعم لا نقص الكفاءات والخبرات عليه. فإننا نستنكر ونرفض قراركم بإقالة من نراهم رجال المرحلة الصعبة التي مرت على الوطن، وكما نحترم شخصكم نحترم عقولكم وخبراتهم وكفاءاتهم، ونلتف معهم ضد أي قرار يمكن أن يؤدي لفرقة والانقسام، وكلنا شركاء في هذا الوطن. أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتسجيل 551 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، إضافة إلى تسجيل 1899 حالة شفاء و14 حالة وفاة. وقال المركز في بيان له إن نسبة الإصابات الجديدة بلغت 11.3% من إجمالي 4875 عينة جرى تحليلها، وبهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 366,789 حالة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد. في القبة، أفادت إدارة الخدمات الصحية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في البلدية خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الإدارة في بيان لها أن المختبر استلم 3 عينات أظهرت النتائج سلبية واحدة منها، وسجلت حالة شفاء واحدة. أكد عميد بلدية الجفرة سعيد غرينغو إن نتائج الإجراءات والمسح المتخذة من مركز مكافحة الأمراض حول مرض الملاريا مطمئنة ولا وجود لمسبباته في منطقة الجفرة. غرينغو وفي تصريحات صحفية لفت إلى أنه لا صحة لتزايد الإصابات بالملاريا في الجفرة، مبينا أن هناك حالة مصابة بالمرض نتيجة مخالطة أحد العمال الأفارقة وهو يتلقى العلاج بإحدى دول الجوار، وأهله ومخالطوه بصحة جيدة وفقا لقوله. نظمت صباح اليوم العناصر الإدارية الطبية والطبية المساعدة والعاملون بالمرافق الصحية التابعة لبلدية صبراتة وقفة احتجاجية طالبوا فيها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتفعيل القرار رقم 885 الصادر عن المجلس الرئاسي عام 2019، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم للإضراب العام والشامل حتى تلبية كافة الحقوق المشروعة حسب وصفهم. نؤكد دعمنا للإضراب العام والشامل كما ورد بالبيان رقم 5 حتى يتم الاستجابة إلى حقوقنا ومطالبنا المشروعة والتي تتمثل في الآتي: 1. تفعيل القرار رقم 885 لسنة 2019 والصادر عن المجلس الرئاسي بدون تغيير في بنود القرار ودون تأخير. الله أكبر. التأمين الصحي لكافة العاملين بالقطاع أسوة بالقطاعات الأخرى. الإسراع في الإفراجات المالية وصرف العلاوات والديون المستحقة لكافة العاملين بالقطاع. الاهتمام بالمرافق الصحية والمستشفيات ودعمها بالإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن. نطالب وزارة الصحة باعتماد الملاك الوظيفي، كما ننوه بأن هذا الإضراب لا يشمل خدمات الإسعاف والطوارئ وإنقاذ الحياة والولادة وغسيل الكلى وحالات العلاج الأورام، وهذا تقديرا لحساسية العمل بالمجال الطبي والإنساني. نظم الاتحاد النسائي الليبي في الجنوب ورشة تدريبية حول نشر ثقافة القانون واستعراض قوانين المرأة العاملة في المجال السياسي ومجلس النواب وغيره من الجهات التشريعية. عضو الاتحاد النسائي الليبي بالجنوب خديجة الطاهر قالت لقناتنا إن هذا المشروع مدعوم من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة شارب، ويهدف لتعزيز ثقافة القانون وتعريف المرأة بالمواد والقوانين الليبية
التي تخصه في مجال العمل والأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الورشة ناقشت أيضا مراحل سن القوانين وتشريعها وكيفية الإعلان عنها وتعديلها أو الطعن فيها. الهدف من هذا المشروع اللي هو برعاية شارب، عفوا برعاية الاتحاد الأوروبي، مشروع شارب لزرع ثقافة القانون في المجتمع الليبي اللي هو إلى حد ما وإلى حد كبير الحقيقة غائب عن عامة الناس. الناس فعلا أنا واحدة منهم كنت مش عارفين حتى حقوقنا، مش عارفين واجباتنا بالضبط، فيه بنود قانونية تخدمنا وفي صالحنا مش عارفينها، ما فيش تفعيل للقوانين النافذة. فمن هنا جت فكرة المشروع والحمد لله يعني قطعنا مشوار كويس، عدد مستهدف كبير. لو كل اللي جونا بيوعوا كل واحد 5 هنا نقدر نقول أن في ثقافة قانونية انتشرت في المجتمع. هذه جولة مشاهدينا في الأخبار الاقتصادية، رفقة الزميلة عبير عويدات. مساء الخير عبير. مساء الخير ابتهال، مساء الخير يا أحمد. أهلا. أهلا بكم مشاهدينا. تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي 8 للسنة الحالية تابع خطة عودة الحياة مع رؤساء الأجهزة التنفيذية ووزير التخطيط فاخر فرنانا. كشف خلال هذا الاجتماع عن تفعيل ما يقارب 500 مشروع في كافة قطاعات الدولة، مبينا أن العمل جار على إصدار التفويضات المالية للقطاعات بعد استكمال المستندات اللازمة. هذا وطرح رؤساء الأجهزة المختنقات التي يواجهونها أثناء تنفيذ عدد من المشروعات الرئيسية في مجال الطرق والجسور والكهرباء بغية حلحلتها. خلص اجتماع عقدته حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى اتفاق بزيادة الكميات المخصصة من الوقود للمنطقة الجنوبية لتصل إلى 1,000,000 لتر يوميا بدلا من 500,000 لتر. كما أكد الاجتماع الذي التأم بمقر شركة البريغ لتسويق النفط في طرابلس تعبئة مستودع سبها بكامل طاقته الاستيعابية ومتابعة المسؤولين على المستودع وتحديد الخروقات الواقعة فيه. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الدوري 8 للحكومة وجود خلاف مع بلجيكا حول أموال الليبيين الموجودة لديها، إذ أكد أنها تسعى لفرض سيطرتها على أموال الليبيين مجددا. التقرير الآتي يطرح المزيد حول تلك الأموال وسبب تجميدها، نتابع. تصعيد جديد تشهده الساحة الاقتصادية بعدما اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد لدبيبة بلجيكا بالسعي إلى وضع يدها مجددا على الأموال الليبية المجمدة الموجودة لديها، رغم أنها دولة متقدمة لكنها تطمح بتلك الأموال. يأتي ذلك بعدما قررت الأمم المتحدة عام 2011 وضع أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار والصندوق السيادي الليبي تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس، حيث تقدر تلك المبالغ بنحو 14 مليار يورو. الدبيبة أكد كذلك حرص البلاد على حماية أموالها لدى بلجيكا، إذ لا يمكن التعامل مع أي دولة تحاول السطو على أموال ليست لها أو السيطرة عليها بحسب قوله. وقد تضطر حكومته إلى سحب جميع الأصول الليبية من بلجيكا عند رفع التجميد، مطالبا إياها في الوقت نفسه باحترام ليبيا كمستثمر لأموالها واحترام قدرتها كذلك على محاسبة مواطنيها ممن يجب محاسبتهم. ويتساءل مراقبون حول إذ ما كانت هذه التصريحات ستعيد الحقوق إلى أصحابها أم أنها مجرد تصريحات لجذب عواطف الشعب مع قرب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما أنهم تساءلوا في الوقت نفسه عن إمكانية حدوث تجاذبات ليبية بلجيكية على إثر هذه التصريحات،
نتابع وإياكم الإجابة عن هذه التساؤلات خلال الأيام المقبلة. أفاد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة بإحالة أذونات الصرف الخاصة في مرتبات شهر أكتوبر لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة. المزيد في التقرير التالي. وفي البلاد الأشهر القليلة الماضية كان جوهرها السياسات الاقتصادية التي تبعت خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة غياب العدالة في الموازنة والتوزيع واستعمال سياسات التقشف التي زعزعت الاستقرار المعيشي لمعظم الشعب الليبي، ما دفع الحكومة للنظر والوقوف على خلفية الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد ومحاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية. المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة أكد في منشور له عبر صفحته بالفيسبوك إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أكتوبر كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، وذلك لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، مشيرا إلى أن إحالة أذونات الصرف تأتي ضمن الإفراجات عما يقارب 85,000 مرتب. وأوضح حمودة في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس أن الإحالة شملت التسويات وتغيير المسار والمهجرين وموظفي المؤسسة الليبية للإعلام سابقا وتنفيذ القرار رقم 4 الخاص بقطاع التعليم وأعضاء هيئة التدريس الجامعي ومنح الترقيات للموظفين من الجهات العامة التي شملت 100,000 موظف. كما أضاف أن وزارة المالية قامت بتضمين التسويات الخاصة بالجامعات، وتمت إضافة معدل الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي استوفت المطابقة، وكذلك تسوية أوضاع الموظفين الذين كانوا مفادين للدراسة بالخارج. حمودة أكد أيضا تطبيق القرار رقم 126 والذي يتضمن زيادة نسبة 70% من المرتبات الأساسية لأعضاء هيئة التدريس بالقطاع التعليم العالي، وأيضا معالجة وضع العاملين بمكتب وزارة العمل في منطقة المايا. جاءت الحكومة الآن بجرعة أمل وتفاؤل لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين الذي سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أدائهم، لكن لا يمكن لعملية الإصلاح الاقتصادي التي كانت وليدة تراكمات من الإهمال الاقتصادي المستمر أن تحل بأشهر قليلة فقط. ويبقى السؤال، هل هذه الحلول تعد حلولا إرضائية لتهدئة المواطنين أم حلولا إصلاحية؟ وهل ستظهر هذه الزيادات تبعاتها في الموازنة القادمة التي سترهق الاقتصاد الليبي أكثر؟ نظم منتسبو مكتب حراسة المرافق التعليمية بالجفرة وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الخدمات المالية الجفرة، وذلك للتعبير عن استيائهم من تصريحات الناطق باسم وزارة المالية والذي أكد فيها عدم تضمين أفراد الحراسة من الزيادة المقررة لقطاع التعليم والتي كفلها لهم القرار رقم 4 الصادر عن مجلس النواب سنة 2018. هذا وقد أصدروا بيان طالبوا فيه وزارة المالية بالتراجع عن قرارها الذي يحرم أفراد الحراسة من الحصول على الزيادة المقررة لقطاع التعليم، ومطالبين وزير التربية والتعليم العمل العاجل على تسوية هذه القضية مع وزارة المالية وتضمين أفراد الحراسة بالزيادة المقررة لقطاع التعليم. اليوم كان عندنا وقفة احتجاجية للتعبير عن استيائنا ضد القرار الظالم بعدم تضمين أفراد الحراسة للزيادة المقررة لقطاع التعليم. طبعا أفراد الحراسة في بلدية جفرة عددهم حوالي 325 موظف موزعين على مدن هون ودان وزلة والفقهة وسوكنة، يقوموا بحراسة المرافق التعليمية، والآن تم تكليفهم أيضا من فوضية الانتخابات بتأمين المراكز الانتخابية داخل الجفرة. كل هذه الأعمال طبعا مناطة بأفراد الحراسة إلى جانب تأمين المؤسسات التعليمية المحافظة عليها من العبث العابثين. بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النفط، وناقش الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة في طرابلس التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى مساهمة الشركات الإسبانية في مشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة بالتعاون مع شركة ريبسول في المناطق المجاورة.
المجاورة للعمليات النفطية. كما ناقش صنع الله مع مدير عام فرع المؤسسة ببنغازي خالد الخفيفي أعمال لجنة دمج المؤسسة الموازية بالمنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة بطرابلس بحضور المدير العام للإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو العجة لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال من قبل اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المستخدمين في فرع بنغازي ودمجهم وإتمام إجراء تعيينهم. بحث مدير مطار طبرق الدولي سعد جبالله مع مدير عام الشركة الليبية للخدمات الأرضية فتحي الدلعوبة المشاكل المتعلقة بأعمال خدمات المناولة داخل المطار وإيجاد الحلول المناسبة لها بما لا يؤثر سلبا على سير العمل. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور مدير محطة مطار طبرق الدولي صلاح سليم، حيث تم خلاله معالجة ملف المديونية المترتبة على الشركة لمدة تزيد عن 8 سنوات. وبدور دوره أبدى جبل استعداده لإعفاء الشركة من المديونية السابقة. بحث رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ورئيس لجنة الخارطة الاستثمارية مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بن وليد الفرص الاستثمارية الممكنة داخل البلد. هذا وناقش الاجتماع كيفية استثمار هذه الفرص والدفع بها لاستقطاب المستثمرين والاستثمارات المحلية والعالمية. كما اطلع المجتمعون خلال الاجتماع على برنامج المشروع الوطني للخارطة الاستثمارية الذي أطلقته الهيئة مؤخرا. وصلت إلى ميناء طرابلس البحري السفينة التجارية التابعة للوكيل الملاحية الربان العالمية تحوي 3300 طن من السكر المكيس. هذا واستقبل الميناء أيضا سفينة نورلاند وعلى متنها 980 رأسا من العجول، إضافة إلى سفينة جولدن أرو المحملة ب 12000 طن من السكر المكيس. ننتقل الآن مشاهدينا جولة سريعة على سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية، والبداية بالدولار الأمريكي الذي انخفض اليوم وسجل 4.98 دينار في سعر الشراء، أما البيع 5.02 دينار في سعر البيع. اليورو مستقر ب 5.52 دينار في سعر الشراء، أما البيع 5.55 دينار. ننتقل إلى الجنيه الاسترليني، سجل 6.60 دينار في سعر الشراء، أما البيع 6.63 دينار. إلى الدينار التونسي يبقى مستقرا عند 1.66 دينار في سعر الشراء، أما البيع 1.69 دينار. إلى الجنيه المصري مستقر وثابت عند 28 قرش في سعر الشراء، أما البيع 1.31. أما الليرة التركية اليوم مرتفعة ب 48 قرش في سعر الشراء، أما البيع 1.50. وأخيرا مع الدينار الأردني الذي يبقى مستقرا عند 6.97 دينار في سعر الشراء، أما البيع 7 دينار. إلى أسعار الذهب وأخر الثورات على أسعاره في السوق الليبي، والبداية من مسبوك عيار 18 سجل اليوم 216.25 دينار، أما مسبوك عيار 24 288.25 دينار، كسر عيار 18 ب 213.75 دينار، أما كسر عيار 21 سجل 252.25 دينار. أخيرا خارج عيار 18 سجل 295 دينار. إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية، شكرا لكم على حسن المتابعة، والعودة إلى الزميلة ابتهال والزميل أحمد. شكرا لك، شكرا أمير، يعطيك العافية. نظمت إدارة الجودة والتفتيش بالهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي فرع صندوق سوف الجيم ببلدية بني وليد جلسة حوارية حول المرحلة التمهيدية للتدقيق الداخلي. وتناولت الجلسة التي حضرها مساعد مدير إدارة الجودة بالهيئة مصطفى الشكري وجمع من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع، تناولت التعريف بمفهوم وعمليات التدقيق الداخلي وكيفية
ضوابط اختيار المدققين بالإضافة إلى علاقة التدقيق الداخلي بضبط الجودة في المؤسسات. في إطار تحسين والتطوير وتجويد الخدمات بصندوق الضمان الاجتماعي ومن تلقي الخدمة، فضروري احنا كإدارة الجودة ان نقوم بعملية التحسين وفي إدارة الاختصاصات نتاعنا، فضروري من العملية تكون عملية التدقيق الداخلي. التدقيق الداخلي هي احدى ادوات والرصد والتحقق من كافة العمليات اللي خاصة بالعمل الضماني بالكامل، من خلالها يتم التحسين والتجويد، فتعتبر من مرحلة من المراحل المهمة في التدقيق الداخلي. بعد نجول المرحلة اللي بعدها هي معايير ومؤشرات، كيف نستنبط المعايير ومؤشرات الأداء، من خلالها يتم تحديد المعايير اللي ممكن نشتغل بها كجودة. الثامنة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. بعد مقتل 15 محتجا، مفوضية أممية تدين استخدام الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين في السودان. أهلا بكم من جديد. أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو مفوضة الأمم المتحدة ميشيل باشيلي استخدام قوات الأمن السودانية الذخيرة الحية في وجه المتظاهرين السلميين. تأتي هذه الإدانة بعد مقتل 15 محتجا أمس في يوم اعتبر الأكثر دموية منذ الانقلاب بحسب فرانس بريس. أخلت باشيلي في بيان لها أن استخدام الذخيرة مجددا ضد المتظاهرين أمر معيب تماما. أظهر معهد التمويل الدولي انخفاض الدين العام إلى 296 تريليون دولار مع حلول الربع الثالث من العام الجاري بعد أن بلغ ذروته في الربع السابق. وقال المعهد في آخر بياناته أن حجم الديون حول العالم بدأ في الانكماش بشكل طفيف خلال الأشهر الأخيرة، مبينا في الوقت نفسه أن الاقتصادات المتقدمة كانت وراء تراجع الديون العالمية، خاصة في منطقتي اليورو واليابان. وأشار المعهد إلى أن الانتعاش الاقتصادي ساهم بخفض نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 350% خلال الربع الثالث، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن مستويات بداية العام الجاري. والآن مع جولة سريعة في 90 ثانية رياضية وآخر أخبار الملاعب مع الزميل جمال ملح. أهلا بكم. محليا جدد الاتحاد الليبي لكرة القدم الثقة في المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم الإسباني خافيير كليمنتي، وذلك بعد الخروج من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم. أوروبيا، قال تقرير صحفي إيطالي أن إدارة نادي إيسي ميلان تسعى لتمديد عقد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية القادمة. يبدو أن مانشستر يونايتد الإنجليزي فقد الأمل في إمكانية الحفاظ وتجديد عقد نجم خط وسطه الفرنسي بول بوغبا، والذي ينتهي مع الشياطين الحمر نهاية الموسم الحالي. وفي عالم الكرة الصفراء، أحرزت غاربين موغاروزا لقب البطولة الختامية لموسم تنس السيدات لأول مرة في مسيرتها، حيث انتصرت على الأستونية أنيت كونتافيت بنتيجة 6-3 و7-5 أشواط في غوادلاراخا بالمكسيك.
أحرز يانيس أنتيتوكومبو 47 نقطة ليقود ميلوكي باكس للفوز بنتيجة 109 نقاط مقابل 102 على ضيف لوس أنجلوس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. قضية أشغلت الرأي العام وأثارت ضجة تردد صداها ليس فقط في عالم كرة القدم بل في جميع أنحاء العالم. الحارسة الإيرانية التي ساهمت في فوز منتخب بلادها النزوي على المنتخب الأردني تعرضت لشكوى من نوع آخر، لنتابع. قالت حارسة مرمى منتخب إيران الكروي للسيدات زهرة كودايي إنها ستلاحق الاتحاد الأردني لكرة القدم أمام القضاء بتهمة التنمر بعدما شكك في جنسها، ثم ثبت فعلا أنها امرأة وليست رجلا. وكانت الحارسة الإيرانية التي تبلغ 32 عاما قد تمكنت من صد ركلة ترجيح خلال مباراة حاسمة مع المنتخب الأردني في أوزباكستان فأهدت الفوز لفريقها. وأتاح هذا الفوز لمنتخب إيران للسيدات في كرة القدم التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى كأس أمم آسيا للسيدات. وكان اتحاد كرة القدم الأردني قد طلب من الاتحاد الأسيوي إجراء تحقيق بشأن جنس حارسة المرمى، ثم تأكد أن الأمر يتعلق فعلا بامرأة. وصرحت الحارسة الإيرانية أنا امرأة وما حصل يعد تنمرا، ثم أضافت سألاحق الاتحاد الأردني أمام القضاء. وقالت إن الاتحاد الأردني لكرة القدم يبحث عن مبررات لأن منتخبه قد خسر وأنا كنت السبب. لا شك أن الاتحاد الأردني تسرع في الشكوى على الحارسة الإيرانية، لكنها لم تكن عبثا بل كانت مبنية على تجارب سابقة للمنتخب الإيراني في هذا المجال، إذ ذكرت تقارير صحفية أن نحو 8 لاعبات في منتخب إيران لكرة القدم كن رجالا ينتظرون إجراء عمليات لأجل تغيير الجنس عام 2015 بالإضافة إلى مخالفات بشأن تعاطي المنشطات. وبهذا الخبر جوحان ومشاهدينا نختم هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. لقاء جمع المنفي واللافي بكوبيتش قبيل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي. تصعيد أمريكي يرقى إلى مستوى وصفه بدفع الثمن لمن سيقوم بعرقلة الانتخابات. إخراج 140 مرتزقا مواليا لتركيا من الأراضي الليبية. قضية الحصول على الجنسية الليبية باشتراطات معينة تعود للواجهة من جديد وإعلان الفئات المستهدفة بالقرار. نهاية الثامنة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني libyaschannel.com وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله، إلى اللقاء.